في فيديو النهاردة هتكلم معاكم إن شاء الله عن كام ملاحظة سريعة ومهمة جدا هتفرق معاك في خلال الكورس وفي خلال استمرارك إن شاء الله في مجال العملات الرقمية بعد كده، مش الكورس بس. الكام ملاحظة اللي أنا هتكلم فيهم معاك دول من أهم الملاحظات اللي هيفرقوا معاك فعلا في المجال، وهيريحوك وهيريحوني وأنا مكمل معاك في الكورس ده إن شاء الله. فركز في الكلمتين اللي هيتقالوا علشان دول كلمتين أهم من الكورس نفسه. لازم تعرف ان وجودك في مجال العملات الرقمية او في سوق الفوركس او في اي سوق من اسواق المال انت مطمع لناس تانية، يعني النصابين او الحرامية مثلا، هدي لك مثال. لما بيقرروا يسرقوا، لو رئيس العصابة كده راح قال لهم احنا قررنا نسرق، اول حاجة هتيجي على دماغهم ايه؟ هنسرق بنك، هنسرق محل ذهب. انت هتسرق حاجه موجود فيها فلوس، ما انت مش هتروح تسرق واحد بتاع بليله مثلا، مع احترامنا للزملكاويه يعني. البنوك على سبيل المثال بتدفع ملايين الدولارات علشان تعمل سيستم او سيكيورتي يحافظ على اموالها واموال العملاء اللي جوه. الشركات بيبقى عندها سيكيورتي علشان في اموال للعملاء جوه الشركه. اكيد السوبر ماركت مش هيبقى عنده سيكيورتي زي اللي موجوده في البنك. فلازم تبقى عارف ان الاماكن اللي موجود فيها فلوس او مصدر سيولة او مصدر مالي بتكون معرضة للاختراق، بتكون معرضة للسرقة اكتر من اي مكان تاني. فلازم تعرف ان انت في سوق المال او في سوق العملات الرقمية انت معرض للاختراق، انت مطمع لناس تانية، انت جوه بتلعب بالفلوس لعب زي ما احنا بنقول كده، لكن في ناس بره مستنياك بتبص عليك، مترقباك، عايزة تشوف انت بتعمل ايه، عايزين يدوقوا من الحب جانب. انت في ايدك يا تدوقهم ويتنصب عليك، يا في ايدك تعمل لهم باي باي من جوه وتقول لهم محدش هيقدر يعمل حاجه. فأمن نفسك وأمن أموالك قبل ما تفكر تعمل الأموال دي ازاي. اول خطوه من خطوات تامين حسابك هي ان انت تدخل على اللينكات الرسميه للمواقع او المنصات او المحافظ اللي انت موجود عليها. يعني ما الاقيش الاقي حضرتك داخل تكتب سيرش على جوجل افضل محفظه للعملات الرقميه ويطلع لك لينك تيجي داخل عليه ومدخل بياناتك، ده انت كده بتروح تسلم نفسك تسليم اهالي. يعني هتيجي تقول لي ده جوجل يا عم عم الناس وهو اللي بيساعدنا، واسال جوجل ومش اسال جوجل. انا كمان بسال جوجل والله، بس ده مش وقت تسال جوجل. طالما الحكايه فيها فلوس يبقى مش وقت تسال جوجل. جوجل محرك بحث، يعني لما بيطلع حاجه بيطلع كل الحاجات المتاحه اللي انت بتبحث عنها، سواء كانت رسميه او فيك او فيها نصب او فيها مواقع اختراق او فيها فيروسات تروجن. يعني فيروس تروجن مثلا لو انت دخلت الموقع فيك ممكن يدخل يخترق كل بياناتك، يبقى انت سلمت نفسك فعلا تسليم اهالي. فرجاء ما تخشش تعمل سيرش على موقع زي جوجل وتقول مثلا محفظة بلوك تشين. انت ممكن فعلا يطلع لك 3 4 او 5 10 لينكات كده كلهم ببلوك تشين، تدخل على واحد منهم مش هو الموقع الرسمي لبلوك تشين، تدخل بياناتك، الموقع ياخد بياناتك، يدخل هو، يبقى هو مع المحفظة بتاعتك، اليوزر نيم والباسورد. انا ان شاء الله كده كده انا هوصلك لليفل في السكيورتي، يعني لو اديت لواحد اليوزر نيم والباسورد او الاي دي بتاعك والباسورد مش هيقدر يدخل المحفظة بتاعتك برضو. فيعني قصة السكيورتي ما تقلقش، انا من اكتر الناس اللي هزهقك كلام عن السكيورتي وحعرفك تأمن نفسك ازاي، لدرجة انك لو اديت لشخص الايميل بتاعك والباسورد برضو مش هيقدر يدخل ويخترق فلوسك او يسحب فلوسك. فاموالك ان شاء الله في امان ما تقلقش، بس انا بكلمك عن اولى خطوات يعني ليه تكون معرض نفسك لحاجة زي كده. فمن اوائل ومن اهم الحاجات اللي تخليك تكون مأمن نفسك هي ان انت تدخل على اللينكات الرسمية للمواقع، سواء بقى موقع محفظة او موقع منصة انت بتتداول عليها. يعني انا علشان اريحك من القصة دي، يعني علشان اجيب لك الخلاصة في الموضوع ده وما تتعبش نفسك، انا لما اكون بتكلم على حاجة هتلاقيني سايب لك اللينك الرسمي بتاعها في الديسكريبشن تحت. فرجاء معلش تعالى على نفسك وانزل اضغط على اللينك اللي موجود في الديسكريبشن تحت، ده هيكون امن ليك، هتلاقيني جايب لك الموقع الرسمي لاي حاجة انا بتكلم عليها. فلو انا بشرح منصة هتلاقيني جايب لك اللينك الرسمي للمنصة دي، ادخل عليه من الديسكريبشن من تحت، علشان ما تدخلش تعمل سيرش وتكون معرض ان انت تفتح دومين غلط يعرضك للاختراق. فبلاش القصة دي خالص، افتح اللينكات اللي انا هسيبها لك في الديسكريبشن تحت، سواء محافظ او منصات او مواقع هنحتاجها في الشغل بتاعنا، انزل افتحها من الديسكريبشن من تحت، هيكون افضل ليك وهيكون امن ليك، لان انا مش هجيب لك غير المواقع الرسميه، فانت كده هتكون في امان ومطمن اكتر. بعد ما تفتح اللينكات دي او المواقع الرسميه دي من اللينكات اللي انا هسيبها لك في الديسكريبشن تحت، بعدها تعمل زي ما انا بعمل كده، يعني تيجي على الجهاز بتاعك وتسيف المواقع دي.
يعني علشان لما تيجي تدخل عليها بعد كده بقى ما تروحش تعمل سيرش، او مش كل مره هتيجي على الديسكريبشن عندي وتفتح اللينك من الديسكريبشن من تحت. المواقع دي سايفها زي ما انا عامل، يعني زي ما انت شايف كده انا بكون عامل لنفسي فولدر باهم المواقع اللي انا بستخدمها في شغلي يوميا. انا كمحلل او كتريدر بدخل على المواقع دي بشكل يومي، فبسيفها عندي. اللينكات الرسميه دي بسيفها بالاسم اللي يعجبني، احطهم في فولدر بدخل عليهم كل يوم، خلاص انا ضامن ان انا مش هروح اعمل سيرش يطلع لي في محرك البحث لينكات مختلفة، اضغط على لينك منهم غلط، ادخل بياناتي بالغلط، اكون معرض للاختراق، مفيش داعي وملهاش لازمة. فانا بسيف شغلي في فولدر، بدخل على اللينكات دي عارف ان دي اللينكات الرسمية مسيفها عندي، بدخل عليها بشكل يومي، فخلاص انا مش شايل هم حاجة. طيب دي نقطة، ونقطة مهمة وما تستهونش بيها، فبلاش نسبق الاحداث. اي لينك هتكلم عنه انزل شوفه في الديسكريبشن تحت واضغط عليه، هو ده اللينك الرسمي، بعد كده خده سيفه عندك. طيب نيجي بقى للنقطة التانية. لو انت من الناس اللي بتحب تلعب جيمز كتير او بتحب تدخل على مواقع، ممكن المواقع دي يكون عليها فيروسات، يعني في مواقع كتير مليانة فيروسات. من اخطر الفيروسات اللي ممكن تأثر على شغلك في العملات الرقمية او في مجال التداول او في اي حاجة فيها راس مال عموما، هي فيروسات تروجن. يعني فيروس تروجن بيدخل ممكن يقرأ الباسوردات اللي انت بتدخلها ويقرأ الداتا بتاعتك كلها. يعني ممكن فيروس تروجن ده ينقل الداتا بتاعتك كلها عند الشخص اللي عامل لك الفيروس. فليه برضو تعرض نفسك لحاجة زي كده؟ علشان تحمي نفسك من كل ده وتريح دماغك، يعني لو انت عندك جهاز تاني غير الجهاز اللي انت بتستخدمه في الحاجات دي، يفضل ان انت تسيبه للتداول. يعني عندك جهاز ديسكتوب مثلا زيادة ممكن تستخدمه في التداول، عندك موبايلين خلي واحد منهم للتداول. يفضل ان انت تستخدم موبايل يكون عليه بقى الابليكيشنز بتاعتك من منصات، محافظ، عملات رقمية انت بتستخدمها، باسوردات انت بتدخل عليها، باسورداتك وبياناتك والداتا بتاعتك على جهاز تاني. عايز بقى تتصفح وتخش على جوجل وتدخل تلعب جيمز والكلام ده كله على الموبايل التاني، طيب هتيجي ترد عليا تقول لي والله انا ما عنديش امكانيه ان انا استخدم جهازين، يعني انا معيش غير جهاز موبايل واحد ومعيش غير جهاز ديسكتوب واحد. فخلاص يا سيدي استخدم الاتنين مع بعض مفيش مشكله، لكن تكون مأمن نفسك. طيب مأمن نفسك ازاي؟ يعني اولا موبايلك، ودي حاجه سهله كلنا عاملينها في موبايلاتنا، تكون عامله باسورد وتكون عامله ببصمه صباعك. يعني مش اي حد يمسك موبايلك يدخل على ابلكيشن غريب، ده ابلكيشن مثلا، ده منصه، يدخل يضغط باي ويضغط سيل، ما هو مش فاهم اي حاجه، دخلك صفقه خرجك منها انت خسران، هو مش فاهم هو بيعمل ايه، بس هو شاف حاجه جديده على الموبايل وانت كنت سايب موبايلك مثلا على القهوه وقايم تدخل الحمام رجعت لقيت كارثه حصلت. طيب انت موبايلك اللي انت هتكون بتتداول عليه معكش غيره، فخلاص ده موبايلك في جيبك، عامله بالباسورد بتاعك وعامله ببصمة صباعك علشان ما حدش يستخدمه غيرك. ده واحد. اتنين، ما تدخلش على اي مواقع ملهاش لازمة، ما تدخلش على مواقع يكون فيها فيروسات. يعني ادخل على المواقع اللي انا قلت لك عليها، المواقع الرسمية اللي انت كده كده اوريدي مسايفها عندك، ويفضل اي حاجة لها علاقة بالتريدينج او بالتداول تدخلها من اللابتوب بتاعك او جهاز الديسكتوب بتاعك. لو داخل صفقات من على جهاز الديسكتوب ممكن تتابعها من على الابليكيشن على الموبايل، مفيش اي مشكلة خالص. طيب عموما انت بعد اول نقطتين انا اتكلمت فيهم دول ممكن تكون قلقان، ممكن تكون خايف، انت كده قلقتنا وخوفتنا وانا حاسس ان الموضوع كبير وفلوسي هتتسرق وفلوسي هتتنصب عليا. بص قبل ما اكمل واخش في النقطة التالتة، انت كده كده لو ده حصل لا قدر الله وفي حد ركب موبايلك او اخترق الاي بي بتاعك او شاف الباسوردات بتاعتك، برضه مش هيعرف يسحب فلوسك. يعني اللي انت هتشوفه في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، يعني لو جبت واحد صاحبك قلت له الباسورد بتاعي اهو والجيميل اللي انا مسجل بيه اهو، ادخل كده اسحب الفلوس بتاعتي، مش هيعرف. فحته السكيورتي ما تقلقش، انا هتكلم معاك فيها لحد ما اشربها لك وفلوسك هتكون في جيبك ومتامنه ومفيش اي مشكله خالص. لكن انا بقول لك مفيش داعي ان انت تعرض نفسك، ان انت ترفع لهم ايدك وتقول لهم يا جماعه انا معرض للاختراق تعالوا حاولوا. فانا بمشي معاك واحده واحده علشان تكون مامن نفسك بابسط الطرق. بعد كده الحاجات الادفانسد انت هتشوفها في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. عالجت لك موضوع اللينكات وقلت لك حسب لك اللينكات الرسميه كلها في الديسكريبشن تحت، ادخل عليها من الديسكريبشن افضل وامن. طيب احنا كده قلنا اول نقطه، قلنا تاني نقطه. طيب نيجي بقى لتالت نقطه، ودي مهمه جدا 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 وعارف ان ناس كتير هتقع فيها وهتعملها وهي بتكمل معايا الكورس. رجاء بلاش تتعامل مع مصدر انت ما تعرفهوش. يعني انت هتيجي في فيديو من الفيديوهات متحمس وفتحت الاكونت بتاعك على المنصة
وعايز بقى تعمل ايداع وتبتدي تشتري عملات وتعمل ديبوزيت وهبقى مليونير وهكسر الدنيا. ان شاء الله يا سيدي تبقى مليونير وتكسر الدنيا وتشتري عملات والدنيا تظبط معاك وتبقى زي الفل. بس ما بتجيش كده، يعني الناس بتقفل الفيديو وتطلع متحمسة جدا ويروح بقى يا جماعة انا عايز اشتري يو اس دي تي. انت بس رفعت ايدك كده لكام واحد مستنيك؟ يعني لو فاكر من دقيقتين كنت بقول لك انت مطمع لناس كتير. هتلاقي واحد هيقول لك انا هبيع لك اليو اس دي تي هنا في مصر مثلا ب 17، هتلاقي واحد تاني يقول لك ب 16 ونص، هتلاقي واحد تالت يقول لك ب 15. انت بديهي، انت راجل لسه مبتدئ بقى مش فاهم اي حاجة، هتروح للرخيص، هتروح للاقل. هتلاقي واحد بيقول لك ب 15، هتقول له ماشي ده انت ارخص واحد قابلتني يا عم، ده انت لقطة تعالى. هيقول لك طيب حول لي، انت عايز كام؟ عايز 1000 دولار. يعني بكام؟ يعني ب 15000 جنيه مصري. هيقول لك حول لي الفلوس، هتحوله ل 15000 جنيه مصري. هتيجي ترن عليه او هتيجي تكلمه هتلاقيه عامل لك بلوك. طب يا عم ده انا بعت لك 15000 جنيه مصري من شويه. لا ما يعرفكش، بلوك يا معلم، فلوسك راحت عليك. ده بسم الله الرحمن الرحيم كده، انت اتقفلت من المجال والفلوس راحت منك، وربنا يعلم انا مش عارف انت كنت جايب الفلوس دي منين، ممكن تكون سالفهم واخدهم من حد عندك في البيت وعايز تردهم له تاني. طب ليه يا ابن الحلال تعرض نفسك للمشكله دي؟ لان انت راجل طماع، لان انت السوق ده ما ينفعكش، لان انت عقليه راجل ما ينفعش يكون متداول. الف ب تداول بلاش طمع. يعني باي منطق الشخص ده هيدي لك الدولار ب 15 جنيه؟ باي منطق؟ يعني الدولار اصلا رسميا في دولتك ب 15 جنيه 75 قرش هنا في مصر، باي منطق هيديهولك هو ب 15؟ ده رسميا، يعني انت اساسا ما ينفعش ترفعه بشكل رسمي. يعني هنا في مصر انت محظور ان انت تشحن بيتكوين او تشحن يو اس دي تي او عملات رقميه بالفيزا كارد او بالكريدت كارد بتاعتك، ما ينفعش. علشان كده انت بتضطر تتعامل مع وسيط او تتعامل مع سمسار عملات رقميه. لو الحكايه سهله وبسيطه وممكن تمشي بشكل رسمي، ما كان ممكن انت بقى ترفع بالفيزا بتاعتك او ترفع بالكريدت كارد بتاعتك وخلاص والدنيا خلصت وشحنت عملات رقميه. ده مش متاح عندك هنا. فطبيعي اللي هيجي يشحن لك عملات رقميه بيتكوين يو اس دي تي ايا كانت بقى العمله، اكيد عايز يحط لنفسه هامش ربح. يعني لو هتلاقيه بيبيع لك ب 17 ده طبيعي ومنطقي جدا، لو هتلاقيه هيبيع لك ب 16 ونص طبيعي ومنطقي، اكيد هيحط لنفسه هامش ربح، هيكسب منك ربع جنيه نص جنيه 75 قرش في الدولار مش مهم. ده نسبته، ممكن ده يكون شغله. فما تستخسرش نص جنيه ولا 75 قرش وتروح تسترخص مع واحد هياكل كل فلوسك، ما طبيعي هينصب عليك. فرجاء انا بتكلم في النقطة دي كتير لان كل يوم اقابل ناس بتيجي تقعد تعيط ويقول لي انا اتنصب عليا. طب انا هعمل لك ايه؟ يعني ما انت اللي طماع، انت اللي طمعت ورحت دورت على الرخيص. ما هو معلش هو معهوش فلوس زيادة مثلا عشان يجي يوزعها، يعني ما جاش اكتشف ان انت ابن خالته فجأة فعايز يعمل معاك واجب. هيعمل معاك واجب في ايه؟ هيخسر؟ يعني هيعمل معاك واجب على حساب نفسه؟ فعشان خاطري الناس تركز في النقطة دي كويس جدا. طيب هترد عليا تقول لي اشحن منين او ابيع منين انا لسه مبتدئ؟ لو انت تعرف مصدر موثوق فيه اتعامل معاه، ما تعرفش حاول تتواصل معايا وكلمني وانا ان شاء الله اقضي لك الموضوع ده واخلصه لك. يعني دي مش قصة، موضوع الشحن والسحب والكلام ده، شحن او سحب مفيش مشكلة ان شاء الله، انا اعمل لك الموضوع ده واقضي لك الموضوع ده، ده ابسط الامور. بس بلاش تتعامل مع ناس تنصب عليك او تكرهك في المجال ده. يعني اول خطوة للناس في المجال للأسف معظمهم بيتنصب عليه عن طريق حاجات زي كده، فبلاش النقطة دي. اول نقطتين انا عالجتهم لك وقلت لك ان انا هأمن لك حساباتك بشكل مستحيل حد هيعرف يخترق اموالك دي تاني. طيب الحاجة التانية ان حتى اللينكات هسيب لك اللينكات الرسمية في الديسكريبشن تحت. الحاجة التالتة ما تتعاملش مع مصدر انت ما تعرفوش. لو في شخص انت عارفه وواثق فيه هياخد منك ربع جنيه زيادة في الدولار اتعامل معاه، ده افضل. هتبقى عارف وضامن ان فلوسك هتدخل في حسابك، انت مش قلقان، انت نايم مطمن. ما تعرفش حد حاول تتواصل معايا وانا ان شاء الله اخلص لك الدنيا دي واقضي لك الموضوع ده. النقطة الرابعة علشان ما نطولش وقت الفيديو اكتر من كده، لما نيجي ان شاء الله نوصل لمرحلة التحليل الفني علشان بقى نحلل شرط ونتداول والناس تفهم هي داخله الصفقه ليه وخارجه ليه، يعني ايه ترند، يعني ايه دعم ومقاومه، يعني ايه نماذج سعريه، يعني ايه نماذج فنيه، نبتدي نتعمق شويه في التحليل والناس بقى تكون محترفه تداول ان شاء الله. ده الليفل الاخير في الكورس. بلاش تعمل كده من على الموبايل، يعني انت ممكن تتابع صفقاتك من على الموبايل ما عنديش مشكله، ممكن تعمل محفظه على الموبايل ما عنديش مشكله وتشوف عملاتك وصلت لحد فين،
ممكن تعمل حساب على منصة من على الموبايل، ما عنديش مشكلة تدخل تشتري من على الموبايل وتبيع من على الموبايل، لكن تحليل فني مش هينفع. تحليل فني من على الموبايل صعبة شوية دي. هتقول لي معيش جهاز، والله هقول لك يعني اشتري جهاز، انا مش بقول لك جهاز امكانياته عالية، اشتري جهاز ديسكتوب ب 1000 ولا 2000 جنيه، تداول عليه. انا محتاج شاشة كبيرة تعرف تحلل عليها او تعرف تشوف عليها الشرط وتحلله معايا. يعني ابسط الامور لو معكش جهاز ديسكتوب هات تابلت، بس لازم يكون معاك شاشة كبيرة علشان تعرف تحلل عليها بشكل كويس، عشان تعرف تحدد المناطق المهمة اللي احنا هنحللها مع بعض ان شاء الله. دول كانوا اهم 4 ملاحظات يهمني جدا ان انت تلتزم بيهم على مدار الكورس. بكده تقدر تكمل معايا كل الفيديوهات اللي جاية في الكورس ان شاء الله، وتكون محترف بإذن الله في نهاية الكورس ده في مجال العملات الرقمية، وتكون جمعت اكبر كم من المعلومات تستفاد بيه في مجال العملات الرقمية ان شاء الله. بكده فيديو النهاردة يكون خلص، اشوفك الفيديو اللي جاي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.